كاهن بوذي من تايلاند يضرب أستراليا بلا هوادة. انتشر فيديو على الإنترنت يظهر بوذيا يصفع أستراليا بلا رحمة على متن القطار، وكان مدرس اللغة الإنجليزية في رحلة بعرض البلاد على متن القطار عندما أرادت سيدتان الجلوس بالقرب من بعضهما، فقام الرجل من مقعده وقال للسيدتان فاين، فظن الكاهن الأحمق أنه يقول ثور باللغة التايلاندية، ليقوم بعدها بصفع الرجل عدة مرات. طردت الشرطة الكاهن المجنون من القطار، ويقول جيف أنه لا يكتبس بذلك لأنه يحب تايلاند، وعلى ما يبدو أن التايلانديون يحبونه كثيرا أيضا.